الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الليلة أنا لست موجود في مدينتي، كنت في سفر، وبالتالي ربما يكون فيه الأمور غير مرتبة، سامحوني إن شاء الله تعالى إذا صار في شيء غير مرتب بإذن الله عز وجل. كنا في باب القضاء، وأخذنا الدرس الأول من هذا الباب، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما تبقى من الباب، وهنا نبدأ إن شاء الله تعالى من الحديث الثالث، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع جلبة الخصم بباب حجرته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، وخاصة في بيت أم سلمة كما وردت الرواية الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت الراوية أم سلمة، فسمع عليه الصلاة والسلام خصومة خارج حجرته عليه الصلاة والسلام وخارج غرفته. قالت: سمع جلبة خصم. جلبة يجمع بأجلاب، وهي الصياحة، خاصة عندما يكون هناك تكون هناك خصومة، وهي صياح واختلاط الأصوات. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وفي حديث: لا جلب ولا جنب. الجلب هو الصياح، خاصة عندما تكون هناك مسابقة بين الخيول، وكانوا يسيحون عليها حتى تسرع أو يزعجوها ويوقفوها أحيانا. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلبة خصم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة خصم. خصم، الخصم هذا المصدر هو من المصادر الذي يقال مصادر تستوي فيها يعني المذكر والمؤنث، ويستوي فيه المفرد والجمع والمثنى كذلك. فهذا الحديث ترى على أن هؤلاء الذين يتخاصمون لم يذكر عددهم في الحديث، لكنه أعاد إليهم ضمير جمع، فخرج إليهم ورجل خصم وامرأة خصم والرجلان خصم و
ورجال خصم، ومثل قوله سبحانه وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ما قال عليه ما قال جل وعلا ظهيره. ويجوز كذلك تثنيته وجمعه، وقد ورد في القرآن الكريم هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال جل وعلا بل هم قوم خصمون. نعم، ويجوز جمعه المهم، يقال رجال خصمون ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم، هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة خصم بباب حجرته، عند باب حجرته، والحجرة معروف على أنها حجرة مفرد ويجمع بحجرات. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقلنا هي حجرة، هنا هي حجرة أم السلام. وهذا الحديث في هذه الفقرة يدل على أن الصحابة لم يكونوا معصومين، بل كانوا بشر، فيحدث فيه ما يحدث من البشر من الخصومات وغيرها، بل ربما يتقاتلون فيما بينهم، وحصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يعتقدون بعصمة أهل البيت وأهل البيت من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء مخطئون واهمون، فلا يوجد معصوم، ولا نعتقد أن هناك يعني معصوما غير الأنبياء والرسل. ولذلك هنا قالت صار في خصومة، هذه الخصومة كانت بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كما يدله الحديث هو ليحكم بينهم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان في خدمة أمته عليه الصلاة والسلام، فيحكم بينهم عندما تكون هناك خصومة، وعندما يكون هناك شجار أو اختلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حكما يعني صعبا له معقد كما هو معروف اليوم، الحكم قد يأخذ في بعض البلدان سنوات وشهور ويعقد، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عند المسلمين لا يحتاج إلى تعقيد، هي مسألة يسمع، وإذا توفرت حيثياتها وأسبابها يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن هناك مسائل لا تحتمل التأجيل والتأخير والتطويل والتدويل، وإنما تحتاج البت في وقتها، مثلا كأطفال يحتاجون إلى نفقة، ومثلا تعيين إمام الصلاة وإقامة الصلاة، تنصيب القاضي، وغير ذلك من المسائل التي يعني تحتاج أن تبت على عجل بسرعة أو على جناح السرعة. شرع الإسلام ليس معقد. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحكم بينهم بيّن لهم طريق الحكم عليه الصلاة والسلام ليكونوا على بينة من أمرهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون القاضي، أن يتأدب بهذا الآداب وأن يسلك بهذا السبيل، وهو وعظ القاضي قبل سماع يعني خصم، قبل أن يسمع من الخصم أن يعظه القاضي، يعظهم النبي عليه الصلاة والسلام كما نرى في الحديث، وكذلك يعظ القاضي قبل إصدار الحكم، قبل أن يصدر الحكم يعظ الخصم لعل شخصا يتراجع ويهول عليهم الأمر، ويذكر لهم مآلات الأمور وما يترتب على الظلم من مقبة ومن عقاب وعذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا ألا إنما أنا بشر مثلكم، قال عليه الصلاة والسلام. هنا ينبه عليه الصلاة والسلام قضية مهمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم حسب ما يظهر له عليه الصلاة والسلام، يحكم حسب ما يظهر له عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عباس تفضل. أهلا وسهلا. إنما أنا يقول عليه الصلاة والسلام ألا إنما أنا بشر
يعني أنا ابن آدم بشر مثلكم، وهذا البشر موصوف بأنه يعني مثلكم وبأنه مثلكم، لكن المثلية هنا ليست مثلية كاملة، وأعني ذلك على أن وجه الشبه لا يمكن أن يكون وجه الشبه بجميع الوجوه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يشبه البشر من وجه ويخالف من وجه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا ما أشار إليه الآية، يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، هو بشر عليه الصلاة والسلام لكن الله جل وعلا أوحى إليه، وهذه مزية، وهو خير خلق الله وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه التوطئة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أوحي إليه، فإذا كان هناك وحي أو فإذا كان هناك غيب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اكتسبه عن طريق الوحي عليه الصلاة والسلام، كما أن الغيب الذي نعرفه يعني استفدنا منه عن طريق الوحي، فلا كما قال سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، كما قال سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال جل وعلا قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يحكم حسب ما يظهر له عليه الصلاة والسلام من الحيثيات الشرعية من الشهود والإقرار والبينة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. أما أن يحكم ما في باطن الإنسان ويعرف ما في قلبه فهذا ليس له عليه الصلاة والسلام، وليس للقاضي أصلا، وإنما على القاضي أن يتخذ الأسباب الشرعية وأن يبني على حكمه حسب قواعد الدين وحسب ما جاء به الكتاب وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، قال وحسابهم على الله، أما في الباطن الأمور فيترك لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة المتلاعنين لولا الأيمان، يعني لولا الأيمان الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام لكان لي ولها شأن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بواطن الأمور ولا يترك الظاهر عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكم حسب ما ظهر شرعا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى يعني لكشف للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمور، هو يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم بواطن الأشياء، أو يطلع عليه الصلاة والسلام على بواطن الأمور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة لهذه الأمة، يربي أمة عليه الصلاة والسلام ويعلم القضاة، ولذلك يأخذ الأمور على ظاهرها ويحكم، ولا يحكم إلا بالبينة واليمين والإقرار، ويتبع على قواعد الشرعية وطرق الثابتة في الكتاب وفي السنة، ولذلك قد يحكم عليه الصلاة والسلام كما سيبين في الحديث، قد يحكم ما يخالف حقيقة الأمر، وشيء يخالف حقيقة الأمر قد يحكم عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دوره عليه، وليس هذا له دور عليه الصلاة والسلام أن يحكم، ليس له إلا أن يحكم بظاهر الأمور أو يحكم في ظاهر الأمور، وليس له من الباطل في شيء. وقد يتساءل المتساءل هنا من قولنا هذا، قد يعني تكون هناك شبهة، يقول الإنسان أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، كيف يمكن أن يحكم شيئا يخالف حقيقة الأمر؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم عن الخطأ في الحكم وفي الشرع إجماعا، ولا يقر له خطأ عليه الصلاة والسلام، وإنما أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبين له حتى لو اجتهد وأخطأ حسب اجتهاده ما سبيل الاجتهاد،
كقوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر لي جميع الذنوب، قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي آنفا. هذا ما سبيل الاجتهاد. لكن هذه المسألة، الحكم بالظاهر الأمور أصلا هي قضية شرعية، وأن يأخذ بظواهر الشرع وأن يبني حكمه على البينة والأيمان والإقرار ليس خطأ أبدا، وليس اجتهادا هذا، وإنما هو نص من القرآن ومن السنة، بل هو عين صواب. حتى لو حكم بخلاف الحقيقة هو عين صواب عنده، وإنما الخطأ من جهة الخصم لا من جهة الحاكم. ومن هنا الموضوع أصلا لا يتأتى، لا نقول له لماذا حكم عليه الصلاة والسلام الشيء يخالف بباطن الأمور، لماذا حكم عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هذا هو دوره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنما يأتي، وهو يبين هذه المسألة عليه الصلاة والسلام، قال: إنما يأتيني الخصم، يعني يأتيني الخصم كما أتيتم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وربما بعضكم يكون أبلغ وأفصح وأبين من بعض الآخر، كما ورد في الرواية: ولعل بعضكم ألحن من بعض. وأبلغ وألحن بمعنى أبين وأوضح. الناس ليسوا على نمط واحد عندما يعني يذكرون قضاياهم وعندما يبينون قضاياهم. بعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم فصاحة، أعطاهم يعني التبيين بطريقة عجيبة، بحيث يستطيع أن يقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل، فله فصاحة. وبعض الناس لا يستطيعون تبيين الحقائق، مع أن الحق معهم، إلا أنهم يعني لا يستطيعون يبينون كل ما يريدون. ولذلك الناس ليسوا على نمط واحد، والرب هو الذي يعطي سبحانه وتعالى كل إنسان ما يناسبه سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من الجانبين، فإذا تبين له تبينت له المسألة عليه الصلاة والسلام، فهو يتبع حسب القواعد الشرعية. ولذلك لا يجوز للقاضي إذا وجد على أن أحد الخصمين لا يستطيع أن يبين مسألته، لا يجوز له أن يلقن له، لأنه هذا يكون ظلما وجنوح إلى أحد الخصمين. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم ألحن من بعض أو أبلغ من بعض. فلعل بعضكم، هذا يدل على إمكانية ذلك، وهو يحصل ذلك واقعا ولا شك في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأحسب أنه صادق لأجل فصاحته وبلاغته. فبسبب فصاحته وبسبب بلاغته وبسبب تزيينه وتنميقه كلامه أظن أنه صادق عليه الصلاة والسلام. قال: فأقضي له، أي فبسبب هذه الفصاحة أقضي له ويكتسب القضية، والقضية تكون لصالحه. قال عليه الصلاة والسلام: فأحسب أنه صادق، أظن أنه صادق لفصاحته. هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الشعور. قد يشعر القاضي والذي يحكم بين الناس من خلال جلساته أو من خلال استماعه من الجانبين، قد يحس على أن أحدهما صادق والآخر كاذب، ولكنه ليس عنده حيثيات أو ليس عنده يعني قاعدة شرعية تثبت له ذلك. فشعوره هذا ليس له أي وزن في قضية الحكم، وإنما يتعامل مع قواعد شرعية، وإنما يحكم وفق الشهود والإقرار ووفق البينة، وحكمه ذلك حكم ظني أصلا عند القاضي وليس قطعيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي أشرنا إليه: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حس على أن المرأة هذه كاذبة، لأنها تلكأت وتراجعت، بل صرحت في بعض كلامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر على أنه ليس له مناص عن الحكم الشرعي واتباع القواعد الشرعية.
إحساس القاضي ليس له وزن في المسألة. ذكروا أن قاضيا باطنيا، يعني أهل الباطن كما هو معروف من الذين يقرؤون بواطن الأشياء ويستشيرون قلوبهم ويقولون إننا يعني تأتينا الهواتف داخلية ونشعر كذا وكذا. هؤلاء الباطنيون، كان هناك قاضي من هؤلاء القضاة وهو كان باطنيا، فكان يحكم بين الناس بإيحاءاته الباطنية وهواتفه القلبية، ونسميها وساوس، عنده شيء من الوساوس فهو يحكم وفق هذه الوساوس التي تأتي إليه. فقيل له أمامك الشهود، لماذا لا تحكم وفق الشهود؟ فقال الشاهد المتصل بي أعدل من المنفصل عني، يعني يقصد قلبه، أنا قال عندي شاهد وشيء يعني شعور أشعره من قلبي وهو شاهد متصل بي، وهذا أعدل وأصدق عندي من الشاهد المنفصل عني، يعني هو يقصد شاهد الإنساني الذي أمامه. أشار إلى هذه المسألة الشيخ ابن ملقن في شرحه بهذا الحديث، وهو شيء عجيب وقريب، بل يجب على الحاكم والقاضي ألا يحكم إلا بالظاهر فيما جعله الشارع ثبوته عن طريق البينة واليمين والإقرار. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فأقضي له، الفاء نجعلها فاء السببية، فبسبب ذلك بسبب فصاحته أقضي له، يعني أصدر القرار لصالحه. فإذا أصدر القرار فالقرار لا يفرح جميع الناس، كما يقول الصوماليون، يعني القرار لا يفرح جميع الخصم، بل يحكم لصالح خصم ويحكم على خصم آخر. فماذا على الذي حكم عليه؟ الذي حكم عليه أن يقبل حكم الله عز وجل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما على من حكم له، فيبين هذا الحديث، من حكم له لصالحه واكتسب القضية، هذا إن كان صادقا فهنيئا له، أما إن كان كاذبا فهنا هي الطامة الكبرى الذي يريد أن ينبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن قضيت له بحق مسلم، قضيت له أي أعطيته حق مسلم بحق مسلم، هنا قال بحق مسلم، قضيت له بحق مسلم، والمسلم ليس قيدا واحترازا هنا، وإنما هو التشنيع، يشنع عليه الصلاة والسلام، كان هو يقول كيف تأخذ حق مسلم وأنت مسلم، فلا يجوز له ذلك، وإلا لا يجوز أخذ مال غير المسلم من المعاهد والذمي ومستأمن وغير ذلك وغيرهم، يعني كما هو معروف لا يجوز استباحة أموالهم بحكم القاضي. وورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول يوم القيامة وعزتي وجلالي لا يدخل الجنة أحد واحد من أهل الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار حتى أنصفه، أو كما قال. لذلك هنا قضية، يعني ورد هذا الحديث بهذا القيد بحق مسلم للتشنيع وللأكثرية. فأما فيقول عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، هي قطعة جزء من جهنم. فمن الذي يحب أن يستلم شعلة من نار جهنم عياذا بالله؟ لأن أكل أموال الناس بالباطل سبب بدخول النار، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل المسبب وهو النار نفس السبب الذي هو هذا الحكم، هذا الحكم لقوة التلازم بينهما، مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فجعل نفس الأكل هذا ليأكله، هذا المال الذي يأكله كأنه نار لذاتها، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توعد وهدد وقال فليحملها أو فليتركها فليذرها فليحملها، يعني فليحملها بمعنى فليحمل هذه الأموال
وليأخذ هذه القضية أو يتركها فأمره إليه، فهو هو المسؤول عما يترتب على ذلك، وهذا الأمر فليحمل هذا الأمر، هنا يسمى أمر تهديد وليس أمر إباحة وتخيير، مثل قوله جل وعلا: فمن شاء ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما قال سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في هذه القطعة الأخيرة من هذا الحديث أو البند الأخير هذا الحديث، نستفيد قضية عظيمة جدا، قاعدة يعني عظيمة النفع، أن حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، هذه هي القاعدة، أن حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. وذلك لو أن شخصا مثلا ادعى مال أحد، ادعى مال شخص وكسب القضية بوسائل غير الشرعية كرشوة دفعها وشهادة زور يعني جاء بهم، فإن هذا المال لا يحل له، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال ويكون وبالا عليه، ويكون وبالا. وعندنا مثل أو شيء مشهور، عندنا قاعدة مشهورة عند الصوماليين، يعني مسألة الذي اشتهرت خاسمه فإنك لا تخسر، هي مسألة صارت مشهورة، يعني خاسمه فإنك لا تخسر، يعني أي شخص تخاسمه فإنك لا تخسر، ربما تكسب القضية وربما يعطيك شيئا، فهذا الذي أخذه ذلك الإنسان هو حرام وسحت. وهل يجوز لصاحب المال الصحيح، مثلا قاضي حكم بين شخصين، عندما حكم بين شخصين جاء أحدهما بالشاهد الكاذب أو دفع الرشوة واكتسب القضية وصاحب المال خسر الموضوع، ويعرف أن هذا المال ماله وأن صاحبه كاذب، فهل يجوز له صاحب المال الحق الذي حكم يعني عليه ولم يحكم له القضية أو خسر القضية، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال يا إسحاق مثل أن يسرق منه؟ الله أعلم، لا أظن أنه يجوز، لأن هذا كان حكما من القاضي، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هذا مثلا أنا الجهاز هنا كمبيوتر هذا لي، أنت جئت وادعيت على أن له أن هذا الجهاز لك، رافعنا إلى القاضي، رافعت إلى القاضي، دفعت له رشوة، جئت له واحد يعني كاذب شهد على أن هذا الجهاز لك وفعلا، وأنت تعرف على أن الجهاز ليس لك، وأنا أعرف أن الجهاز هذا لي 100%، ثم لك القاضي وأخذت الجهاز إلى بيتك وسرقت الجهاز منك، هل يجوز لي ذلك؟ لا أظن، لأن هذا يخالف حكما جامع القاضي، وإذا قيل أن ذلك جائز فسيكون في المجتمع فوضى وكذا. طيب هذا يعني كان حكما، يعني هذا من حقك، من حقك شرعا، لكن الحاكم عليه أن يحكم بما يراه ظاهرا لا بما يعرفه الله باطنا، فإذا كان هذا حكما من الحاكم وصار الحكم إلى الحاكم فإنه لا يجوز أن تأخذه بعد ذلك. هذا الذي قلته حكم القاضي ظاهرا لكن باطنا هذا لي حق. عباس تسمع؟ نعم يا شيخ أنا أسمع، كما قال الأخ إسحاق، فبما أن القاضي حكم بناء على الظاهر، نعم، يحق لك أن تتصرف بما تعلمه من الباطن. هل يجوز لي أن أخذ مالي؟ لا، لأنك أنت حكمت بحكم عليك بشيء حكم، نعم ظاهر. طيب أو قد يكون أن عفوا شيخنا، أو قد يكون أن ذلك يرجع إلى المفاسد والمصالح، إذا كان لا يترتب على ذلك مفسد أكبر من ذلك ربما يقال أنه جائز. طيب صحيح كما قلت، يعني المسألة مرت بنا مسألة الظفر بالحق، وهي مسألة معروفة في الفقه، إنسان ظفر بحقه. عفوا أردت أن أشير إلى هذا، نعم المسألة التي مرت
سابقا نعم. فنعم كما قلت أن أحد العلماء قال يجوز. إيه. نعم فيها خلاف، لكن نحن سمعنا أنه يجوز نوعا ما. صحيح. هو كمان قال إسحاق هذه الملاحظة يعني لابد أن لا يترتب عليها ضرر ومفسدة أعظم، لكنك لا تأثم إذا أخذت مثلا صلب من حقك، أخذ يعني حكم عليك القاضي بظلم وبالرشوة، يعني اغتصب من مالك أو أخذ من مالك، يعني مثلا رجل ظالم كحاكم ظالم مثلا أخذ مالك وأخذ أرضك وشيء تملكه أنت وليس عندك قوة تستطيع تقاومه، القاضي هنا لا تستطيع ترفع الموضوع وليس عندك قوة وليس عندك شهود تثبت لك، فهذا مالك تعرفه باطنا، فيجوز لك أن تأخذ منه هذا المال. سؤال شيخنا. نعم. فإذا عثر على أنك أخذت هذا المال خفية بعد ذلك، نعم، وربما سيحكم عليك بحد السرقة، هو ليس ذلك بالدين، الله أعلم، حكم عليك حد السرقة وربما لا يكتشف، يعني عندما نقول لابد الانسان يعني يامن من 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 جانب يعني اكتشافه، مثلا انا سرقته ولا يعرفوني احد واخذته يعني ب كما مر بنا حديث اي حديث استدللنا يا عباس لهذا الموضوع؟ الحديث السابق. حديث ماذا؟ السابق حديث عائشه. نعم حديث زوجة ابي سفيان. نعم، كانت سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه هل يجوز لي أن أخذ من مال أبي سفيان يعني خفية هكذا، هو لا يدري على أصل مسألة الظفر بالحق، المرأة هنا تأخذها فيعني هو لا يدري أبي سفيان، فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام لأن ليس لها حيلة بطريقة أخرى وهذا حقها، فهذه مسألة أولا، هذه مسألة المال من ناحية المال الصحيح في المسألة إذا لا يترتب عليه ضرر أعظم فإنه يجوز له ذلك أن يأخذ ماله. طيب هذه مسألة المال. بقيت مسألة الفروج. مسألة الفروج يعني مثلا امرأة، رجل متزوج بامرأة وهي زوجته، ثم بعد ذلك المرأة هذه ادعت على أن زوجها طلقها وجاءت بالشهود ثلاثة أو أربعة أو اثنين حسب ما تجد، وأعطتهم مبلغا من المال وقالت يعني تشهدون لي أمام القاضي على أن الرجل هذا طلقني وأننا سمعنا طلاقه، فالقاضي أصدر حكما حسب ما سمع من الشهود، لكن هي قضية كلها قضية مزورة كذب على كذب، فحكم القاضي وأصدر قراره على أن المرأة هذه مطلقة خلاص بناء على الشهود الذين حضروا أمامها وهم شهود زور. هذا الرجل لم يطلق امرأته، فمرأة هذه ذهبت، فلا يجوز إذن المرأة هذه لا يجوز أن يتزوجها إنسان يعرف الموضوع على أنها كاذبة، وشرعا ليست مطلقة في الباطن وإن كان في الظاهر مطلقة في الظاهر، لكن في الباطن ليست مطلقة، لأن كما قلنا القاضي لا يحلل حراما وإنما يحكم بالظاهر، ولا يجوز له أحد أن يتزوج ويعرف ذلك، وهي لا يجوز لها أن تتزوج أصلا رجل آخر لأنها تعرف هذا الموضوع على أنها كاذبة، لكن هل يجوز لزوجها إذا وجدها بعدما طلق عنها القاضي وأصدر الحكم هل يجوز لها أن يغتصبها ويجامعها؟ هذه هي هذا مسألة المال هذه، ولكن هذه مسألة الفروج. نعم، مسألة الفروج العلماء قالوا لا ليست مثل المال، لأن الفروج تحتاط إليها أكثر مما يحتاط من المال، المرأة هذه ربما تزوج رجل آخر لا يعرف على أنها غير مطلقة، ربما يتزوجها رجل آخر، ف كيف يجوز له بعد ذلك أن يجامعها هذا الرجل السابق، وهي هنا يعني عندها رجلان الآن يعني، فهي إشكالية كبيرة، وربما تفعل نفس القضية رجل آخر مع رجل آخر
وربما ثالث ورابع، فيترتب على ذلك على أن المرأة هنا يكون عندها 4 5 الرجال يتخاصمون فيها، ولذلك لا يجوز لها أن يعني الرجل هذا يجامعها. السابق الذي يعرف على أن هذه مرأته، يعرف على أن هذه يعني زوجته، يعرف على أن هذه زوجته. أنا كنت أذكر رجل مرة جاء قاضي وطلق عنها زوجته، يعني والمسألة كانت مبنية كما قلنا مبنية على الشهود، شهادة الزوج العقيقة، ولكنه كلما بعدما أصدر القاضي الحكم وطلق عنه زوجته، فإذا وجدها في الشارع وفي وسط الناس وفي أي مكان فهو يعلو عليها هذا الرجل يعني. فإشكالية صارت إشكالية، هو نفسيا يقول هذا امرأتي وهذا زوجتي، وحكم القاضي هنا باطل يقول يا علي، فأنا لا أذن ولا أذن. هي ما تزوجت رجل آخر فعلا، فبسبب الفروج قالوا يحتاط هنا يحتاط. فالذي خلاصة القول، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو فليذرها. فلا يجوز لأي شخص أن يستبيح شيء لا يجوز له بحكم القاضي. القاضي لا يحلل والقاضي لا يحرم، وإنما يحكم حسب ما ظهر، لكن أنت تعرف على أن هذا الحكم حكم باطل وليس بصحيح. مرة أنا طبعا مسألة القضاة وغيرها دخلت مبكرا عندما كنت صغيرا، يعني دخلت في موضوع القضاء في الصومال يعني، فكانت تحدث أشياء عجيبة جدا أحيانا، والناس عندما يعني يأخذون حكم القاضي بأنه يحلل لهم الأشياء، هي مسألة كارثة كبيرة جدا يعني. يدفعون الرشاوي، يأتون بشهادة الزور وطرق متنوعة يعني، فيستبيحون حقوق الناس عن طريق القاضي. مرة كان موجود قاضي كان يسمى قاضي الأعرج، صومالياً كان مشهور يعني، قاضي كان مشهور، ورجل فقيه يعني متمكن في الفقه الشافعي، كانوا يسمونها القاضي الأعرج. هذا القاضي قاضي ماذا فعل مرة؟ الصوماليون تعرفون على أنهم ينتمون عشائرهم أحيانا ينتمون إلى رجل واحد، يسمون مثلا يعني يسمونها إذا قلنا يعني هذا جيدي، يقصدونها جماعة كاملة، أسرة كاملة أو عشيرة كاملة، وربما يسمونها يعني فلان على أسرة كاملة، يعطوها اسم شخص الجد الأعلى مثلا، نسميه مثلا معه مجموعة كاملة، صح؟ ينتمون إلى رجل واحد فيأخذون اسمه الرجل، كمثال يعني الرجل مجموعة من هذه المجموعة التي تنتمي إلى فخذ واحد أو إلى أصل واحد، اسم الرجل، يحملون اسم الرجل هذا، اتهم على أنهم قتلوا رجلا، قتلوا قتيلا. فعندما اتهم عليهم وليس هناك شهود وصار مسألة اللوف يعني وعلامة، طلب منهم أن يحلفوا أو يقروا بقتل هذا الرجل. فجاء هذا القاضي الأعرج وهو يعرف الفقه، رجل يعني فقيه، نيابة عن عشيرته، فحلف بالله عز وجل الأيمان المغلظة على أن مثلا معه أو فارح أو جيدي على أنه ما قتل هذا الرجل ولا يعرف. شوف هنا يتحايل ماذا؟ عندما يقول هذا الكلام يقصد الرجل الذي مات أنه ما قتل، وهنا القاضي يطلب منه أن يقسم، أن يحلف على أنه ما قتله، ويقصد القاضي هذا الاسم، الأسرة بكاملها. لكن القاضي تحايل المسألة ونفى القتل عن رجل مات مئات السنين يعني، قال فلان لم يقتل هذا الرجل، فعرف به. فمثل هذه القضية قضية يعني، وإن كان من حيث الظاهر قد أبرأهم القاضي، صحيح أصدر حكما وأبرأه، لكن هل يكون بريئا عند الله عز وجل؟ لأنه لا يكون بريئا عند الله عز وجل، فهو حكم له حكم باطل أصلا، والقاضي لا يحلل الحرام ويحرم الحلال، فهي مسألة خطيرة جدا. والصوماليين مشهورين يعني بهذا الموضوع، كثير من الناس إلا من رحمه ربك سبحانه وتعالى مشهورين يعني يتفننون في هذا. كنت أعرف مرة رجل كان مشهور على أنه يأخذ أموال الناس ويسرق، ويعني يأخذ كل شيء، لا
لا يبالي، خاصة إذا وجد فرصة يعني ما يترك. فدائما كان يذهب إلى المحكمة، يأخذوه إلى المحكمة، يجرجروه إلى المحكمة فيحلفوه، يحلف كذبا هكذا في كل مرة. فمرة ومن زمان كان فيها المصحف، عندما يحلف الإنسان ويحلف يعني لابد أن يضع يده على مصحف، والمصاحف السابقة كانت كبيرة، كانت تسمى فرقوري يعني، وكتبت باليد غالبا يعني صحف ضخمة يعني. فالرجل كان يضع يده على هذا المصحف، مصحف كبير، يحلف لا يبالي. ثم يعني مرة أخرى أخذ مال الناس يعني، ورفع أمره إلى القاضي. القاضي كان عنده مصحف صغير، عندما طبعت المصاحف كان عنده مصحف صغير، فقال له احلف بالله وضع يدك على المصحف على أنك ما أخذت هذا المال. فقال يا شيخ، يا قاضي، أنا كنت أحلف بكتب ضخمة، كتب شيخ فلان، قال يعني الكبيرة، أما هذا الصغير فماذا يضر يعني، خلي عليه، هذا لا يبالي، هذا الصغير، هذا الكتاب الصغير. ذكروا لي على أن الرجل هذا عندما في آخر حياته، عندما كان يموت وجاء إليه ملك الموت، أنه كان يقول: الآن ظهر لي المصحف الصغير، والآن يعني أشعر آلامه، وهكذا كان يقول في آخر حياته الرجل يقولون يعني. فلهم قصص عجيبة جدا. ولذلك هنا مشكلة كبيرة على أن القاضي، أحيانا الناس يأخذون حكم القاضي على أنه خلاص إذا اكتسبت المسألة على أنها توقف عند هذا الحد وأن هذا يجوز لك، يأخذون أراضي الناس ويأخذون أموال الناس عن طريق حكم الفاسد. وبالتالي هذه المسألة خطيرة، ينبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو فليذرها. ثم نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة. حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة. يعني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى ابنه، وابنه عبيد الله بن أبي بكرة، أو كتب عبد الرحمن كذلك إلى أخيه عبيد الله بن أبي بكرة. يعني كتب أبي إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة، وكتبت له، أي كتبت إلى عبيد الله بن أبي بكرة بأمر من والده، وهو قاض. عبيد الله بن أبي بكرة كان قاضيا في مدينة سجستان، وهي في أرض أفغانستان الآن يعني سجستان، نعم، في أرض العراق، في أرض أفغانستان بسجستان، وهو قاضي بسجستان. ماذا كانت تطمن الرسالة؟ الوالد يكتب لابنه القاضي ليبين له بعض المسائل التي تتعلق بعمله، وهو القضاء. يعني قضية تتعلق بعمله القضاء، ليبين له هذه المسألة. ودائما الوالد يعلم ابنه، ويعلمه عن طريق المراسلة والكتابة، وتلقي العلم عن طريق الكتابة، وشيء يعني مطلوب، وشيء مطلوب. نعم، قال: ففي الرسالة كانت تضمن هذه المسألة مهمة، وهي مسألة ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. يعني القاضي لا يجوز له أن يحكم بين الشخصين وأكثر، قوله بين اثنين يعني وما زاد، لا يجوز له أن يحكم في حالة الغضب والهيجان. قال: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. ولذلك الفقهاء متفقون على أخذ بظاهر هذا الحديث، وهو أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بين الخصم في حالة غضبه. فثم عندما ذكر له هذه المسألة أسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العلم. يعني مسألة ليس هنا مسألة، لا، مسألة كل مسألة تحتاج إلى الدليل، وذلك بين له الدليل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان،
والنهي هنا نهي للتحريم، لا يجوز له ذلك أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حكم، الذي يحكم بين الناس بين اثنين وهو غضبان، فلا يجوز له ذلك. ولذلك من شروط القاضي عندما يحكم يجب ألا يكون مشوش البال، ألا يكون غضبان. العلماء نظروا إلى هذا الحديث فوجدوا على أن علة النهي الحكم في حال الغضب على أن العلة هو تشويش ذهن القاضي أنه يكون مهوسا ومشوشا، فألحقوا الغضب كل حالة لها معنى الغضب، يعني كل حالة لها معنى الغضب. كان يكون القاضي مثلا عطشان جدا، أو يكون مثلا جوعان، أو يكون مثلا مهموم، أو يكون في وقت الحرارة حرارة قاسية، أو في وقت البرودة، أو يكون يعني مدافع الأخبثين، أو يعني حاقب أو حاقن وغير ذلك. في هذه الأحوال لا يجوز له أن يحكم القاضي، فسواء الغضب لله أو غضب لنفسه أو الغضب لزوجته أو غضب لأطفاله كان غضبان في أي سبب من الأسباب، لأنه الغضب هو العلة هو الغضب، والغضب يمنع الإنسان عن التفكير. والقاضي عندما يحكم يحتاج أن يتأمل المسألة وأن يبذل قصارى جهده لمعرفة الحكم الشرعي، والغضب يمنع ذلك. وكل شيء أو كل حالة تمنع القاضي التفكير الصحيح فلا يجوز له عندئذ أن يقدم على الحكم الشرعي. طيب، هناك عندنا أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعض القضايا في حال الغضب عليه الصلاة والسلام، كقوله عندما سأله الرجل أين أبي فقال أبي وأبوك في النار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام غضبان. ومرة غضب على الرجل عندما سأل الإبل ضالة الإبل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لك ولها، فكان غضبان عليه الصلاة والسلام. فقالوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف من جانبه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخرج من فمه إلا الوحي وإلا الحق عليه الصلاة والسلام. والقضاة لا يمكن أن يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعترض عليه ما يعترض البشر في حال الغضب، انغلاق التفكير والتشويش وغير ذلك. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الغضب أو ما له معنى الغضب، ما له معنى الغضب أو يهوش أو يشوش ذهنه وذاكرته. وهذا من عدل الإسلام والاحتياط لحقوق الناس. يعني هذه هي مسألة هذا الحديث الرابع. الحديث الخامس، عن أبي بكرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم، بمعنى ألا أخبركم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعلمهم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، يحذرهم عن مقبة الكبائر، لأن الكبائر عظيمة، وهناك يعني المعاصي بعضها أكبر من بعض، بعضها أكبر من بعض، كما يدل القرآن الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر ذلك التحذير ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، وذلك الاهتمام به عليه الصلاة والسلام. قلنا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا يا رسول الله. قال الإشراك بالله أكبر كبيرة يمكن أن يرتكبها الإنسان هو الإشراك بالله عز وجل، عياذا بالله سبحانه وتعالى. والإشراك بالله هنا يقصد الكفر والخروج عن الدين. ثم الإشراك بالله بمعنى هو الإشراك بالله، الإشراك نجعله يعني خبرا لمبتدأ المحذوف، هو الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية مسألة عقوق الوالدين لا شك على أنها كبيرة من الكبائر.
وضبط الكبيرة، العلماء يضبطون بالكبيرة كل ذنب وهدد لصاحبه ووعد لصاحبه الخلود في النار أو اللعنة أو الطرد عن رحمة الله عز وجل أو يترتب عليه حد من حدود الشرع يسمونه، هذا هو كبيرة من الكبائر. قال: وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، كان متكئا فجلس. النبي عليه الصلاة والسلام جلوسه يدل على أنه يهتم هذه المسألة التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اهتماما خاصا. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور وشهادة الزور، قول الزور أعم من شهادة الزور، لكنه عمم ثم خصص عليه الصلاة والسلام. شهادة الزور هو أن يشهد الإنسان شهادة كاذبة خاصة عند الخصم وعند الحكم، يسمى شهادة الزور. وإن كان أحيانا يسمى شهادة الزور كل شهادة يشهد يدليها الإنسان وهي خلاف الواقع يسمى شهادة الزور. ولكن شهادة من كبائر الذنوب أن يشهد الإنسان لشخص أو يشهد على شخص ليكتسب قضية من القضايا، فهذه هي شهادة الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام جلوسه هذا يدل على أنه يهتم هذا الموضوع اهتمام خاص، فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، يعني أحذركم عن قول الزور، عن قول الكذب، وأحذركم عن شهادة الزور خاصة. فما زال يكررها، يكرر هذه العبارة عليه الصلاة والسلام ويولي إليها اهتماما خاصا صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا شفقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليته سكت النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن شهادة الزور أقل من حيث الذنب من الشرك بالله عز وجل، يعني شهادة الزور صاحبها يدخل تحت المشيئة، أما الشرك لا يدخل تحت المشيئة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم شهادة الزور؟ الشرك يعني الإنسان دائما الشرك يحتاط ويتحاشى عنه، أما شهادة الزور فيسترخص بها الناس ولا يرون ذلك أنه يعني أمر كبير وشيء منتشر. الشرك بالله ذنبه وعقابه هو خاص على شخص المشرك وليس ذنبا متعديا، لكن شهادة الزور ضررها متعدي إلى الغير لأنه يستبيح بذلك حقوق الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أو لها اهتمام خاص عليه الصلاة والسلام. آخر حديث في الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني كل إنسان ما يدعي لو يعطى ويأخذ، لدعى ناس دماء الرجال وأموالهم. بكل بساطة كل واحد كان يأخذ مال الآخر، إذا كان الإنسان يعني يسمع له بمجرد الدعوة. لو يعطى الناس بدعواهم بسبب الدعواهم هم يدعون، يقول لواحد يعني: هذا الكتاب عند إسحاق لي، طيب خذه. يأتي واحد آخر يقول: هذا سيارة فلان لي أخذني منه. لو يدعى الناس يعني لو يعطى كل الناس بدعواهم لدعى ناس دماء الرجال، يقولون: هذا لي دمه، قتلني، قتل عني أو لي عليه حق أو لي عليه دم، وأخذ أموال الناس. لكن كيف يحفظ أموال الناس يعني عن الادعاء الكاذب؟ قال: لكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو الذي يدعى عليه. المدعى عليه قاعدته هو الرجل الذي يكون الشيء في يده، نعم، والظاهر يدل على أنه مالكه. فالإنسان فكل يعني كل إنسان ما في يده ملك له، هو هذا الأصل. فلو جاء مدعي، الرجل الآخر يسمى مدعي، وصاحب الملك يسمى مدعى عليه، صاحب اليمين أو صاحب اليد يسمى مدعى عليه. فلو جاء المدعي وادعى على شيء في يد إنسان أو في حوزته أو في ملكه، فعندئذ يطلب من المدعي أن يأتي بالشهود. فإن لم يستطيع أن يأتي بالشهود فإن المدعى عليه يعني يحلف له، وبالتالي هناك يعني تكون حجته قوية عندئذ. ويستثنى من ذلك بعض المسائل لا شك، القسامة
مرت بنا على أنه يستثنى في المدعى عليه هو الذي يعني في المدعي هو الذي يحلف أو يبدأ يحلف كما مر بنا، ويستثنى في بعض المسائل عدة مسائل معينة، لكن هي قاعدة عامة. كل إنسان يدعي على شيء في يد شخص فإن دعواه تكون باطلة إلا أن يأتي بأدلة واضحة كالشهود الذين يشهدون له مثلا، وإلا كل شيء في يد إنسان فهذا ملكه الأصلي. نعم، ملكه الأصلي، هذه هي القاعدة العامة. اليد يد ملك، ويده هي يد ملك، ما في يدك هو ملكك، هو الأصل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا أناس دماء الرجال. فلا بد أن يدافع دماء الناس وأن يحمي الشارع وأموالهم، فلا بد يعني الشارع أن يحفظ مال الناس، لأنه جاء الشارع أصلا من ضرورياته يعني حفظ دماء الناس وحفظ أموال الناس، حفظ عقيدة الناس واعتقادهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. ولذلك وضع الشارع هذه القاعدة، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه، الذي يدعي عليه اليمين، فجانبه قوي واليمين ضعيفة، فجعلت اليمين يعني حماية له. نعم، وبهذا نكتفي بإذن الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وأترك لكم الكلام إن شاء الله تعالى. خطي صار ضعيف انقطع. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ عباس. اليوم تعذر علي تشغيل الكاميرا، عفوا. عندي سؤال عن القصة أو المثل الذي ذكرته آنفا عن المرأة التي أحضرت شهود زور للمحكمة واستنطقت الرجل بأنه طلق وهو لم يطلق، فذكرت أن هذا الرجل لا يجوز له أن يطأ هذه المرأة وما قد تكون متزوجة أو غير ذلك. فإن كان الرجل تزوج بعد هذا الرجل الذي استنطق منه الطلاق، فأخبر الرجل الذي تزوجها بأن هذه المرأة لم تكن مطلقة حقا، والمخبر حلف يمينا بأن هذه المرأة ليست مطلقة. نعم. فهل يجوز لهذا الرجل أن يطأها الذي تزوج بعدها، أو إن أهمل الخبر الذي أخبره هل يجوز له أن تكون له زوجة؟ بسم الله. إذا تبين له بشهادة الشهود على أن المرأة هذه يعني خانت القاضي وأنها غير مطلقة، فلا يجوز له أن يعيش معها لأنها متزوجة، والمرأة المتزوجة لا يجوز له أن يعيش معها. لكن قبل ذلك ليس له أي ذنب، لأنه لا يعرف الموضوع. فبمجرد أن تبين له على أن طلاق المرأة هذه لم تطلق، أو طريقة طلاقها تكون طريقة يعني ليست صحيحة، أو هي في عدة الرجل آخر، فهو لا يجوز له أن يتعاشر معها. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك وحفظك الله سبحانه وتعالى. يعني استوقفني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وربما إن شاء الله تعالى أذكر شيئان أو شيئين تفكرت فيهما. أولهما أن هذا الموضوع يدل على خطره، أن الله سبحانه وتعالى كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة، تكلم الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه أيضا في قوله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي نفس هذه القضية ربما تكون هذه الأحاديث كتفسير للآية الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها إلى الحكام، تأكلوا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون. وهناك أيضا يعني ملاحظة يسيرة إن شاء الله تعالى لشيخنا التعليق عليها تفكرت فيها عندما قرأنا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحكم طبعا حكمه يطابق الواقع أو الظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. فنجد في بعض الأحيان يعني أشخاص
يقولون ب أو يو في يعني يفرطون أو يفرطون في جوانب ربما، كما يعني ذكر ذلك رسول أو جاء في الحديث أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد بأنه سيصوم الدهر كله، وآخر بأنه سيقوم الليل كله، وقال آخر باعتزال النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوتنا في جميع أحوالنا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حكمه يطابق الواقع ربما يخالف الواقع من حيث السرائر، وهذا طبعا يكون في حقه جائزا بل واجبا ويكون مأجورا عليه. فليس لأحد أن يظن أن الحاكم إذا حكم شيئا يخالف الواقع يعني في الواقع الأمر، وإن كان صحيحا في ظاهر الأمر، أن ذلك يعني يكون قدحا فيه أو يكون غير مأجور أو يكون مأزورا عياذا بالله. وطبعا قد يستفاد ذلك أيضا من هذا الحديث أن ذلك إذا كان جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب لا، أولى في غيره صلى الله عليه غير وسلم. من باب أولى. صحيح، أيوة، هذا هو. لذلك القاضي مر بنا في الحديث السابق، يعني إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فيؤجر يعني فاجتهاده، ولا حد يستطيع يعني أن يبط الأمور، وإنما الحكم القضائي أصله مبني على الظن، حسب ما يظهر للقاضي اجتهد، حسب ما يظهر له. نعم، صحيح، بارك الله فيكم.